أحلى جديد بالأماني سوف أحيا سوف أصنع ما أريد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد بالعزيمة سوف تحظى بالنجاح والانتصار مهما طال الليل حتما سوف يأتيك النهار بالعزيمة سوف تحظى بالنجاح والانتصار مهما طال الليل حتما سوف يأتيك النهار لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد قم وردد كل يوم وانشر اللحن الجديد بالأمان سوف أحيا سوف أصنع ما أريد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد قم بجد واجتهاد طالبا نيل العلا لا تكن يوما ضعيفا لا تكن متخاذلا قم بجد واجتهاد طالبا نيل العلا لا تكن يوما ضعيفا لا تكن متخاذلا لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد قم وردد كل يوم وانشد اللحن الجديد بالأمان سوف أحيا سوف أصنع ما أريد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد الصوت مسموع نادية؟ واضح ياسمين. واضح. إذن ننطلق على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كم جميل أن يلتقي عيدان في ملتقانا التكويني هذا، وأجمل أن الاحتفاء بهما قيمي وديني. أن نحتفل بالمربي في العالم لهو من أنبل الاحتفالات، فيا رب أن نرضى كل مرب ومتعه بالصحة والسلامة، واجعل ثمار جهده ثمار الخيرات، والأجمل من كل هذا أن نعيش أجواء الاحتفال بمولد سيد الخلق الرسول الكريم عليه أزكى الصلوات الله والفضل والصفات حبيبنا محمد نعدد ولا يتم، فألف صلاة وألف سلام على خاتم الأنبياء. أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. تكمن أهمية طلبنا للعلم كمربين في رفع أدائنا وفي تحسين مهاراتنا وقدراتنا وحل مشاكل تعترضنا في أقسامنا وتلبي حاجياتنا التعليمية وتصقل قدراتنا التي تساهم في تحسين والرقي بمدارسنا العربية. لذا قررنا أن نبادر بهذه المبادرة، مبادرة المعلم العربي المبدع. نرحب بجميع الحاضرين معنا اليوم والمؤمنين بالتجديد والإبداع. معكم ياسمين سكلي رئيس الجمعية تونسية تكنولوجيا التربية الحديثة. أرحب بكل حاضرين معي ومن هيئة مديرة للجمعية، من مدربي الجمعية، من منسقي الولايات التونسية ومن سفراء الدول العربية. اسمحوا لي في البداية أن أعرفكم قليلا بالجمعية.
بعض الدقائق لأعرفكم بها لمن لأول مرة يحضر معنا دورات التدريبية للجمعية نريد أن نعرف بها. هذه الجمعية تأسست يوم 5 جانفي 2018. طبعا في تونس التأسيس الجمعية ليس فقط أن تؤسس، فهو أن تقوم بجلسة تأسيسية فيها أعضاء، وهذه إثر هذه الجلسة تقدم كل وثائق إلى الحكومة الأولى، وهذا تتطلب بعض الوقت لكي تؤشر أو إما أن توافق إما أن ترفض الحكومة الأولى. والحمد لله الحكومة الأولى التونسية وافقت بتأسيس على تأسيس هذه الجمعية، وأخذنا رخصتنا يوم 25 شهر 8 أوت 2018، وفي 5 أيام فقط في 1 سبتمبر 2018 قمنا باحتفال كبير في ولاية المنستير متابع لنا ولأعمالنا. أننا صحيح أننا أسسنا الجمعية يوم 5 جانفي، لكن مسيرتنا كانت قبل ذلك بسنوات نحن الفريق المؤسس للجمعية، فقمنا باحتفال كبير للجمعية لعيد ميلادها الأول في 1 سبتمبر 2018. من أهداف الجمعية التي نشرناها في الرائد الرسمي التونسي وبترخيص من الحكومة التونسية، تهدف الجمعية التونسية تكنولوجيا التربية الحديثة إلى المساهمة في توظيف التكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التربوية وفقا للبرامج الرسمية التونسية، المساهمة في تمكين الناشئة أطفالنا من التعامل مع التكنولوجيا وتوظيفها الإيجابي في مختلف مراحل تدرجهم المعرفي، المساهمة في تنمية مهارات المربين المعرفية والتربوية والبداغوجية وتمكينهم من وسائل التعلم الحديثة، المساهمة في إنتاج بنك معلومات وموارد رقمية مطابق البرامج الرسمية بالمجان موجه للتلاميذ والولي والمدرس التعليم بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، المساهمة في نشر الثقافة الرقمية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وموقع ويب للجمعية. الجمعية لما تأسست على أيدي الهيئة المديرة لها، وهم من ترونهم في الأعلى. الهيئة المديرة للجمعية الحالية معكم ياسمين زكريا رئيسة الجمعية، الأستاذة نادية الهاشمي. أرحب بك نادية، مرحبا بك. مرحبا ياسمين، مرحبا بالجميع. وهي كاتب عام الجمعية الأستاذ محمد البوبكري نائب رئيس الجمعية اللي هو متواجد، الأستاذة نبيها بن عايشة المسؤولة على النظام الداخلي في الجمعية، السيدة لميا الأشهب هي متواجدة معنا وهي أمينة مال الجمعية. إن كان الصوت مغلق لميا فقط ارفع اليد سنفتح لك. الأستاذة سامية الوساتي وهي على موارد الرقمية أفيش أو مقاطع فيديو هي المسؤولة عنها. الأستاذة إيمان بوعزيز مرحبا بك إيمان المسؤولة على البرامج التدريبية في الجمعية. مرحبا ياسمين ومرحبا بكل المشاركين في الحضور في هذه الحصة. شكرا لك. لدينا فريق من التكوين، هذهم فقط البعض لأن هذه النسخة ليست كلها المحينة. لدينا فريق بالتكوين، تكوين هنا في الولايات التونسية. أرحب بكل المكونين ومكوني الولايات التونسية المتواجدين معنا اليوم، وسأعطيهم الكلمة فيما بعد لأن لديهم ورشات. لدينا أيضا فريق منسقي الولايات التونسية. ما المقصود بفريق منسقي الولايات التونسية؟ أي هم مسؤولون على، لدينا 24 ولاية تونسية لدينا فريق من المنسقين، وما زالت بعض الولايات ليست فيها منسق لأن العمل ليس سهل، وأن تدخل الجمعية كذلك ليس الباب مفتوح بسهولة، يعني يجب علينا التثبت قبل دخول أي شخص معنا. مسؤوليتهم أنهم يؤمنون دورات في ولاياتهم، لأن الجمعية التونسية تقوم بملتقيات ميدانية، يعني نحن نتنقل باستمرار إلى الولايات التونسية ونقوم بملتقيات لفائدة المربي. أرحب بكل منسقي الولايات المتواجدين معنا، وكما ترون هذه بعض الصور من الملتقيات المحلية التي أنجزناها. لدينا فريق من سفراء ومكوني الجمعية في الوطن العربي، لدينا فريق كبير من المنسقين وسفراء، سأترك لهم الكلمة بعد قليل تعريف أنفسهم. ماذا أنجزت الجمعية إلى حد اليوم؟ أنجزت الجمعية 13 ملتقى وطني، ولما نقول ملتقى وطني أي
هو ملتقى بالإقامة يأتي فيه مربين من كل أنحاء الجمهورية وكذلك حتى من خارج تونس. أنجزنا 13 ملتقى وطني، وهي الملتقيات عدد المشاركين فيها يفوت 200 مشارك في كل ملتقياتنا، وأنجزنا إلى حد اليوم 36 ملتقى محلي، أي نحن من نتنقل إلى الولايات لتأمين هذه الملتقيات. وقريبا جدا لدينا 4 ملتقيات محلية خلال إن شاء الله، وجلها ولايات لأول مرة تدخل فيها الجمعية وتؤمن ملتقيات. أنجزنا مئات المبادرات، منها مسابقات أو منها ورشات تدريبية. ماذا أنجزنا؟ هذه خريطة البلاد التونسية لتروا أين تواجدنا بالضبط. تواجدنا في هذه الولايات، وهناك 4 ولايات جديدة بإذن الله سندخلها هذه العطلة. ماذا أنجزت الجمعية بالنسبة للمدارس؟ أنجزت عدة مبادرات، منها مبادرة هذه مدرستي، وهي الهدف منها للتعريف بالمدارس التونسية، كذلك وشاركوا معنا مدارس عربية. أنجزت العديد من التظاهرات في لتنشيط الحياة المدرسية، كتظاهرات في الخط العربي، بيداغوجيا اللعب، مسرح العرائس، للبرمجة، مهارات التفوق الدراسي. ماذا أنجزت للتلاميذ؟ أنجزنا عندما توقفت التدريس في تونس والوطن العربي بسبب الكورونا، أنجزنا مبادرة وهي مبادرة نتعلم ونتحدى الكوفيد. كنا يوميا نرافق بالمجان تلاميذنا لتقديم مبادرات ودروس لهم بالمجان. أنجزنا كذلك للتلاميذ مبادرة رمضان بنكهة بلد العربي، هذه المبادرة في نسختيها الأولى والثانية، وهي موجهة لكل الأطفال في الوطن العربي، سواء النسخة الأولى سواء النسخة الثانية. وأشجعكم للانخراط في هذه المبادرة، لأننا نقدم جوائز فعلية للتلاميذ، كذلك تدريب للتلاميذ، وأي جائزة تصل لهم إلى بلدانهم مهما كان البلد. ماذا أنجزنا للمعلمين؟ أنجزنا للمعلمين ورشات وملتقيات ودورات عن بعد، وهي دورات أسبوعية وتكون بشهادات مجانية. أنجزنا لهم ملتقيات ميدانية وبتكلفة رمزية، فقط تكلفة ما تكلفه علينا تنقلنا أو كراء ذلك المقر، هي دورات شبه مجانية. مبادرات ومسابقات دولية ووطنية، أنجزنا إلى حد اليوم 8 مسابقات للمعلمين، وكل مرة كنا نكرم الفائزين بتكريم الجمعية، كذلك بحضور حتى ممثلين من الوزارة. وأنجزنا 4 مسابقات للمعلم المبدع، وهذه النسخة العربية الأولى لها. أنجزت الجمعية بنك من الموارد الرقمية، تجدونه على اليوتيوب الخاص بالجمعية، كذلك تجدونه على اليوتيوب الخاص بمدربي الجمعية. كذلك نحن ننشر في الموارد الرقمية بصفة مستمرة على صفحتنا على الفيسبوك أمثلة لورشاتنا. القائل رأيت الآن سؤال، ماذا ينفعنا الانخراط في الجمعية؟ الانخراط في الجمعية هو مفتوح للتونسيين المربين الذين في وسط تونس. ماذا يخولكم؟ يخولكم من حضور في ورشاتنا الميدانية، لأن الجمعية هي قانونية، لا يمكننا قبول أشخاص في ملتقياتنا الوطنية ونحن لا نعرف صفتهم، لأن فيما بعد حتى الحكومة الأولى بإمكانها أن تحاسبنا على ذلك. نحن لدينا كراس، وهذا الكراس نقيد فيه، نسجل فيه باستمرار المنخرطين، نقدم لهم بطاقات، وهذه البطاقات تسجل في سجل، وهذا السجل نقدمه لدائرة الحسابات في صفة دائمة، لكي تكون دائما سجلاتنا كاملة وأمورنا قانونية. أمثلة لورشات الجمعية، الجمعية متخصصة خاصة في الكتب الناطقة والسندات الناطقة، أي نأخذ سند مثل هذا من كتاب التلميذ، وماذا نفعل له؟ نأخذ الشخصية ونجعلها تتحرك، تتكلم، تتواصل مع التلميذ، ترسل له رسائل أونلاين أو بالهاتف. ربما لن يفتح الشريط لي لأن الضغط الإنترنت كبير. هذه دائما ننجزها، أنجزنا بعض منها، هناك بعض التقنيات يمكن أنجازها أونلاين.
لكن هناك بعض الإمكانيات لا يمكن إنجازها أونلاين، لأنها تتطلب أنني أنا كمدرب أكون بجانب ذلك الحاسوب لأعرف نوع الأوفيس وكيف سأقوم بتثبيت بعض البرامج التي تتطلب خبرة. لا أعرف لماذا لم يفتح، ربما كما قلت لكم أنه بسبب تدفق الإنترنت. لكن سأعطيكم مرة أخرى أمثلة لسندات ناطقة. كذلك أنجزنا الكتب الناطقة. ما معنى كتب الناطقة؟ وهو مشروعي التوجت به عالمياً، أي أنه نأخذ كتاب ورقي ونجعله ناطق بالصوت والصورة والشخصية تتحرك في وسط ذلك الكتاب وتخاطب التلميذ. أنجزنا عدة ورشات بالهاتف، إما بالتطبيقات الهاتف الجاهزة أو تطبيقات نحن أعددناها للمشاركين، قصص رقمية، أعداد تمارين تفاعلية وغيرها، وجلها أنجزناه كذلك أونلاين. تعلم عن بعد زمن الكورونا، أنجزنا عدة ورشات، عدة مبادرات كما قلت، مبادرة المعلم المبدع، هذه مبادرتنا الجديدة. كذلك أنجزنا مبادرة التدريب، وهي مبادرة المعلم الخبير بنسختي. هذه بالإيجاز، هذه بالإيجاز الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة، مسيرتها مسيرة 4 سنوات. من المفروض يوم 1 سبتمبر الفارس تحتفل بعيد ميلادها، لكن خيرنا ألا نحتفل بعيد ميلادنا وأن نؤجله لشهر، لأننا سنحتفل بعيد ميلادنا الرابع في 4 ولايات جديدة إن شاء الله مع المشاركين لنا. نادية، هل هناك استفسار على الجمعية قبل الدخول لمبادرة المعلم العربي المبدع؟ لا ياسمين، لا توجد استفسارات. إذا نرحب بكل المتواجدين معنا، وهذا فقط بالإيجاز من هي الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة. كلمة أخيرة، لدينا عدة شركاء. الشريك الرسمي لنا هو وزارة التربية التونسية. وزارة التربية التونسية هو شريك رسمي لنا. كذلك لدينا شراكة مع اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة. لدينا شراكة مع المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية. ولدينا شراكة مع معهد إديسون. ندخل إلى مبادرة المعلم العربي المبدع. كما قلنا كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير، ونتمنى لكم مولد نبوي شريف. ما هي مبادرة المعلم العربي المبدع؟ هي ستنطلق اليوم إن شاء الله، ستنطلق يوم 7 أكتوبر 2022، وستستمر لغاية 16 ديسمبر 2022. نادية، هل عاد الصوت؟ عاد صوت ياسمين. إذا كما قلت تنطلق يوم 7 أكتوبر 2022، أي اليوم، وإن شاء الله وستستمر لغاية 16 ديسمبر 2022. ما هي هذه المبادرة؟ هي مجموعة من الورشات المتكاملة، وحرصنا أن تكون متكاملة، وتختم كل ورشة بتقييم، وتختم المبادرة باختبار. لماذا؟ لاحظنا أن ليس الكل، لاحظنا أن البعض لما يواكب هذه الورشات هو فقط يواكبها ولا يطبق، ولاحظنا أن هناك فئة أخرى تحضر فقط لنيل الشهادة. ونحن ومعكم نريد لنا ولكم التميز، لأن شعار الجمعية لا ندعي أننا الأفضل، لكن نريد أن نكون من المتميزين نحن وكل المشاركين معنا. ما الغاية من حضورك في ورشة أو في مبادرة وأنت لا تطبق ما تعرفت إليه؟ بإمكانك أن هناك أشياء لا تساعدك في القسم، نحن نتفهم ذلك، لكن هناك أشياء أخرى تساعدك في القسم. لذلك إحنا خيرنا تكون مبوبة، وكل باب لديه عدة ورشات. إذا كل ورشة على 5 نقاط، نقطتين على الحضور. لما تحضر وتسجل اسمك في الاستمارة ستأخذ تلقائيا نقطتين، و3 نقاط ستكون على الاختبار. كل مدرب سيقوم بعرض اختبار في نهاية الورشة، ويعطيكم مجال من الوقت، لا أعرف أسبوع أيام أكثر، لإنجاز هذا الاختبار، وهو سيكون سهل بالطبع، تطبيق صغير.
إن أنجزته بطريقة جيدة ستأخذ 3 نقاط، وبالتالي تأخذ 5 نقاط على تلك الورشة، وفي نهاية كل المبادرة سيكون هناك اختبار على كل المبادرة، وهذا هو المبادرة ستكون مبوبة إلى 6 أبواب. هذا الأسبوع ستكون التمهيد والانطلاقة، هذه ورشة التمهيد والانطلاقة، ولدينا ورشة أخرى للتمهيد والانطلاقة يوم الأحد كذلك. ثم لدينا ورشة لإعداد حقائب رقمية، بما أنك ستعد مشاريع رقمية إذن أنت مطالب أنك تعرف كيف تعد حقيبة رقمية. عدد الورشات هي 2، هذه الحقيبة ستمكنك من إعداد بقية المشاريع، وستكون التطبيقات سهلة جدا. أيضا لدينا ورشة إعداد وضعيات تعليمية تعلمية. ما معنى الوضعيات التعليمية التعلمية؟ أي مثلا ورشة إعداد قصص ناطقة، ورشة إعداد سنة ناطقة، ورشة إعداد وضعيات ستوظفها لإعداد درسك فيما بعد. لدينا الباب الرابع محاضرات حول استراتيجيات التعلم النشط، وورشات لإعداد درس كامل، وهي 6 ورشات، 6 ورشات موزعة ما بين محاضرات فقط حول استراتيجية التعلم النشط وطرق الجديدة للتدريس، وورشات لإعداد درس كامل رقمي، يعني كيف تعد درس كامل رقمي، ورشات تطبيقية، يعني تنقسم بين المحاضرات وورشات تطبيقية، وهي أطول مرحلة. لدينا فيما بعد ورشة لإعداد تمارين تفاعلية. ما القصد؟ أنت في البداية فهمت ما معنى درس كامل رقمي، أعددت حقيبة رقمية لإعداد ذلك الدرس الرقمي، ثم فيما بعد أعددت وضعيات تهيئة لوضعها في ذلك الدرس، ثم تعرفت على بعض الطرق واستراتيجيات ستوظفها في هذا الدرس، ثم تعرفت على طرق لإعداد درس كامل. الآن أنت أعددت درسك الكامل، ما الناقص؟ الناقص أنك تنجز تمارين تفاعلية. التمارين التفاعلية لا نكتفي بالبرمجية، بل سنعتمد تمارين تفاعلية عبر مواقع وتطبيقات، وهي تطبيق لذلك الدرس، وهو عادي جدا أن تكون باب لإعداد تمارين تفاعلية عبر المواقع. ثم فيما بعد أنت أعددت تمارين، تلك التمارين في القسم هناك اختبارات، اختبار لمدى فهم التلميذ للدرس، إذا هذه الاختبارات ستكون رقمية. إذا آخر باب هو لإعداد اختبارات رقمية أو بحوث، التلميذ سينجز كذلك بحث عبر إحدى المنصات، وبذلك تكون مبادرتنا هي مبادرة كاملة من التهيئة لإعداد العدة، لإعداد الدرس، لإعداد الوضعيات التي ستضعها في هذا الدرس، لإعداد درسك، ثم لإعداد التمارين التطبيقية، ثم لإعداد اختبار للقسم. بالنسبة لمبادرتنا، كل ورشة كما قلت ستختم بتقييم، كل ورشة على 5 نقاط، 2 على الحضور، و3 على التمارين المنزلي. معدل نقاط المبادرة 50% للحضور وللتمارين المنزلية، و50% للاختبار النهائي الذي ستقدمه لنا. بالطبع سنعطيكم المجال من الوقت لإعداد هذا الدرس. متى؟ هي كل يوم جمعة مثل هذا اليوم، من 7:30 بتوقيت تونس أو 6:30 بتوقيت غرينيتش، وكل أحد 6 بتوقيت تونس و5 بتوقيت غرينيتش. لماذا اخترنا يوم الجمعة يوم الأحد؟ اخترنا يوم الجمعة لأن عدة دول عربية لا تعمل بيوم الجمعة، واخترنا يوم الأحد لأن عدة دول أخرى لا تعمل بيوم الأحد، قلنا لنعدل. لكن لماذا فكرنا في هذا الوقت؟ لأنه يمكن هذا الوقت 6 مساء بالنسبة لدول الخليج يكون جيد، لكن بالنسبة لتونس 6 مساء يوم الجمعة ما زالوا يعملون، لذلك الوقت كما 7:30 لأن إن سألت الآن أغلب المتواجدين من تونس أو المغرب أو الجزائر سيقولون ما زلنا كعدنا من المنزل من العمل، لذلك اخترنا هؤلاء اليوم الجمعة ويوم الأحد. ولا تقلقوا من الاختبارات، هي ستكون بسيطة فقط لماذا أنت واكبت. بإمكانك إن غبت، مثلا سنقول إنك مثلا لم تواكب ورشة، لن تأخذ النقطتين على الورشة، لكن بإمكانك العودة إلى تسجيل الورشة الموجود على اليوتيوب ومشاهدة
هذا التسجيل وإنجاز درسك، حتى لم تواكب إمكانك إنجاز درسك فيما في بعد، العدد هو الذي سيجمع وسيكون، لأنه ليس هناك متوج واحد، سيكون هناك العديد من المتوجين إن شاء الله معنا. الآن سننطلق بحول الله في برنامج المبادرة، وسأفتح الباب لمدربينا لتعريف بورشاتها. ياسمين، ياسمين هناك من يتساءل عن إمكانية الحصول عن بطاقة عضوية عندما يشارك في هذه المبادرة. إن شاء الله سأقرأ في السؤال. لنفرق نادي إن أردت الاستفسارات في نهاية هذه الورشة، بعد قليل سنفتح باب الاستفسارات. إذن هذه هي الورشة الأولى، وهناك شهادة لهذه الورشة الأولى كذلك، سنمدكم بالرابط وسنرى كيفية التسجيل لنيل 2 نقاط. الورشة الثانية وهي اليوم الأحد مع الأستاذة ندى. تفضلي أستاذة ندى، هل أنت موجودة؟ فقط ارفع اليد إن كنت موجودة. نادية، هل أستاذة ندى موجودة؟ لا أظن، كانت تتحدث. ليست موجودة قليل. لا أظن الآن ليست موجودة. تمام، كانت تتحدث. جاءت، سوف نعطيها الكلمة إن شاء الله. ورشتها هي الورشة التمهيدية، كيفية إعداد درس رقمي، كيف أنت كمدرس ستعد درس رقمي، ما هي من المتطلبات لذلك، ما معنى درس رقمي. أغلبها ستكون بيداغوجية وستختم إن شاء الله بتقييم. الأستاذة شادية هل هي موجودة؟ دكتورة شادية؟ إن كانت موجودة فقط ترفع اليد. جلهم كانوا متواجدين ربما لضعف الإنترنت. إذن الدكتورة شادي عبد الرزاق إبراهيم ستقدم ورشة لإعداد حقائب رقمية، أي كيف تعد عدتك لدرس رقمي ناجح. بالنسبة لي سأعد ورشة بعنوان لمسات أولى في عالم الاحترافية. أنت تريد أن تكون مدرب محترف، تريد أن تفوز بمشروع محترف، ماذا يجب عليك أن تمتلك؟ كيف ستقدم عرضك، العرض الذي تقدمه فيما بعد لمشروعك؟ أيضا ماذا عليك أن عليك، ما هي النقاط السلبية التي عليك أن تتفاداها عندما تجهز عرض رقمي؟ وما هي الطرق السهلة التي تمكنك من اختصار ساعات من العمل وإعداد مادة جيدة واحترافية؟ هذا بالنسبة لورشة التي سنقدمها. لدينا فيما بعد في الباب الثاني، وهو باب الوضعيات التعليمية التعلمية أو الورشة القصة الرقمية. تفضل يا أستاذة نجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكل أعضاء الجمعية وبكل الحضور من جميع أرجاء الوطن العربي، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه أزكى الصلاة والسلام. طبعا كما ذكرتي أستاذة ياسمين، طبعا تعتبر هذا التدريب إن شاء الله تعالى يطرح بعض التفاصيل في كيفية أن تكون متمكن من إعداد قصة تستخدمها في مجالك التربوي أو العاطفي أو الاجتماعي مع طلاب، تلاميذ، أطفال. بإذن الله تعالى حيكون هناك تقييم بسيط إن شاء الله، مش هتعجزوا عن تنفيذه. بس في صوتي رجع لي أستاذة ياسمين، من عندي المشكلة. ربما عندك صدى الصوت أزعجني.
فان شاء الله تعالى حيكون الموضوع كلهم يقولوا ان في صدى صوت. انا ما وش وصل لي صدى الصوت. موجود ياسمين موجود. أستاذة نجاح بالك حالة بالحاسوب والهاتف؟ لا 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 على الحاسوب على الكمبيوتر بس. لا أعرف أنا بالنسبة لي لا ما وصلني صدى صوت من بكري. حتى مع شرفة نحكي نسمع في صوت. صح والظهر من عندي لأن بدري أنت ما فيش المشكلة. فهمتك. أنا بالنسبة لي أسمعك وصافي لا أعرف. جميل. هنحيد نشيل السماعات باش نقدر نحكي بدون ما نسمع صوت. إن شاء الله تعالى حيكون التدريب بسيط، تقوموا بتنفيذ هذه المهام بكل سهولة بإذن الله تعالى. فقط هذا كل ما يعني يهم. بس في شيء نوه النقطة أن الحضور يكون للاستفادة أكثر شيء. من يعجز عن تنفيذ نشاط لا يكترث، يعني يسأل يستفسر، هناك وقت لتنفيذ المشاريع إن شاء الله تعالى. وشكرا. وهذا ما عندي بالخصوص أستاذة ياسمين. شكرا لك. شكرا لك أستاذة نجاح، إن شاء الله تكون ورشة ممتعة. رأيت الأستاذة ندى. الأستاذة ندى كنت متواجدة. ندى سليمان فقط افتحي ارفعي اليد. تعلميني نادية. ثم لدينا كذلك في باء أبدأ مع سكراتش، هي ورشة. هناك البعض من يخاف العمل على سكراتش، يقول أن سكراتش هو برمجية صعبة أو برمجية لا تمكنني من إنجاز أعمال، لكن حقيقة السكراتش هي برمجية تمكنك من إنجاز عدة ألعاب ويحبها التلاميذ، خاصة أن العديد من تلاميذ التعليم الابتدائي يتقنون السكراتش. مثلا أنا نعم نادية. أستاذة نادية موجودة، حليت لها المصلحة. تمام بعد قليل. مثلا سأقوم بعرض، ننتظر حتى يفتح، مثال. شو انظروا هذا المثال. لو تلاحظون سترون كل التلاميذ، أنا اعتمدت ورقة تخطيط وجوههم به. أنا عادة لدي استراتيجية خاصة للحساب الذهني وللأنشطة التي تتطلب أنشطة ذهنية. كيف أنجح في أن كل التلاميذ يكونون منغمسين معي في بداية الحصة؟ ماذا كيف أوصلهم إلى فهم ما أريده عبر اللعب وعبر إنجاز تطبيقه؟ واخترت سكراتش. سننجز معا لعبة بسكراتش، وهذه اللعبة سترون كيف بإمكانكم هذه الألعاب تحويلها إما الفلاش أو لا متصفح الHTML، وعندها بإمكانكم تقديمها لأي شخص ولا تخافون على عملكم. هذا ما سوف أقدمه إن شاء الله، وأترك الورشة للمفاجآت ستجدونها إن شاء الله خلال هذه الورشة. أعيدكم بالكثير من المفاجآت. أستاذة ندى تفضلي. أستاذة ندى عندما تستطيع التحدث فقط تتكلم. لدينا كذلك إنشاء دروس تعليمية كرتونية ببرنامج البلاكتون. قالت المدربة أن هذا البرنامج سيمكن من إعداد شخصيات كرتونية. هل أنت متواجدة أستاذة هانم معنا؟ أستاذة هانم إن كنت متواجدة فقط وتكلمي. السلام عليكم. نادية
عليكم السلام. يعطيكم العافية جميعا لكم من سليمان من الأردن، وتحية أردنية لكم. أهلا بكم جميعا. بداية بدي أرحب بكل الحضور وأشكر الجمعية التونسية لجنة التربية التكلفة على هذه المبادرة المميزة جدا والقيمة جدا للمعلمين في الوطن العربي، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. رح يكون لي لقاءات معكم إن شاء الله تعالى، ورح تفتتح الورشة بأول محاضرة رح تكون لي باسمها اللي هي إعداد درس رقمي الذكاء الرقمي عند الأطفال. رح نتحدث عن الذكاء الرقمي، يعني ما بدي أحرق الموضوع، ولكن رح يكون عبارة عن أفكار كثيرة جدا، والأولى من نوعها وهي تفيد المعلمين بالدرجة الأولى لكيفية التعامل مع الذكاء الرقمي عند الأطفال، لأنه يعني أصبحنا في هذا العصر ربما الأطفال لديهم ذكاء رقمي أكثر من المعلم نفسه، فكيف يتعامل المعلم مع الذكاءات هذه ويوظفها في التعلم. وهي عبارة عن 8 مهارات إن شاء الله، ورح نحكي فيها بالتفصيل بإذن الله تعالى، بالإضافة للإستراتيجيات لكل مهارة كيف ممكن المعلم يوظف هاي المهارة في الغرفة الصفية. أعطيتكم استراتيجيات عليها بإذن الله تعالى. واضح واضح أستاذ نداء، وكنا بالشرف من هذه الورشة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، وأنا يعني أنا متحمسة جدا لها. إن شاء الله، ونحن كذلك متحمسين لها. قبل المواصلة مع بقية الورشات، كما يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. حقيقة أريد أن أشكرك رئيسة جمعية تونسية جوجة العربية الحديثة، عدة أشخاص هم يعملون كما يقال في الأعمال الإدارية، وهم جنود الخفاء في الجمعية. هناك العديد من الأشخاص المتواجدين معنا الآن من فريق منسقي الولايات التونسية، من سفراءنا الذين يكتفون بتعريف مبادراتنا في بلدانهم، كالأستاذة سليمة القمشي من الجزائر. كذلك أريد أن أشكر الأستاذ محمد حسنين، نادي افتحي الصوت، ومحمد الأستاذ محمد حسنين هو من أول الأشخاص الذين دخلوا إلى الجمعية، من أول سفراءنا في الجمعية، لديه عمل كبير حقيقة. ما سترونه الآن هي منصة الجمعية، وهي من فكرته، فكرة الأستاذ محمد حسنين. أيضا ستجدون شهادات المبادرة في نهاية كل ورشة على هذه المنصة، في هذه المنصة بمجرد كتابتك الاسم في الاستمارة ستجدها في هذه المنصة. أترك لك الكلمة أستاذ محمد حسنين، وأجدد لك شكري مرة أخرى. مرحبا بك أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك. شكرا لك أستاذ ياسمين هذه التقدمة، وإن شاء الله موفقين في المبادرة اليوم. وإن لم أقدم إحدى الفعاليات أو ورشات العمل، فكما ذكرت إنه بنساعد بالأعمال في الأعمال الإدارية وإنجاز العمل كما يجب إن شاء الله. مرة أخرى بأكد على إنه ما قلتيه، إنه إن شاء الله المشاركين في المبادرة في ورشات العمل سيجدون بإذن الله كل سيجدون إن شاء الله الشهادات المشاركة وتسجيلات الحلقات وكل شيء يخص المبادرة داخل الموقع بمجرد الانتهاء من تسجيل الاستمارة وانتهاء من عمل الاستبيان الخاص بكل ورشة. كما يرون الآن في والمعلم المبدع الافتتاح، ثم ستجدون بقية الورشات هناك. كذلك بإمكانكم الاطلاع على هذه المنصة، فيها عدة مبادرات، فيها عدة الملتقيات وتسجيلاتها. نعم، هي عبارة عن توثيق لعمل الجمعية في الفترة الماضية والفترات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا لك استاذ محمد، الف شكر لك. شكرا لك. كذلك الاستاذ وائل، الاستاذ وائل الذوادي اريد ان اشكره على كل الوثائق الرقميه التي اعدها لهذه المبادره، وعلى عده وثائق رقميه يعدها في كل مره نحتاجه الا ونجده متواجد. استاذ وائل ذوادي، هل الصوت مفتوح عندك؟ الو، هاي مرحبا بك. مرحبا بك عشك. فماش حتى مشكله ياسمين، واني ديما موجود في اي قضيه ومعكم على طول ان شاء الله. ان شاء الله تجدون وائل ذوادي في احدى الولايات التونسيه قريبا، سنعلن عنها ان شاء الله. استاذه هانم، انا رافي اسم استاذه هانم لكن مانيش نسمع في الصوت. استاذه هانم، هل تريدين التحدث عن ورشتك ام امر؟ سنعطيكم إن شاء الله كل الروابط في النهاية، سنعطيكم كل الروابط. أستاذة هانم، الأستاذة هانم، السلام عليكم. مرحبا بك. بشكرك أستاذة ياسمين على المجهود اللي حضرتك عاملاه لكل المعلمين العرب، مبادرة جميلة، وأعتقد كل المشاركين هيستفادوا إن شاء الله منها. وليا الشرف ان انا هقدم فيها ان شاء الله ورشتي بعنوان برنامج بلوتاجون. ده برنامج رسوم متحركه، من خلاله هقدر اعمل فيديوهات شخصيات كرتونيه بتتحرك وبتتكلم. هيخلي المعلم او ولي الامر او الطالب كمان يستخدمه ويطلع الابداع اللي عنده والخيال اللي خاص بيه. ملوش حدود في الشغل، هنلاقي مشاهد كتير هنستخدمها، هنشغل الخيال بتاعنا، هنقدر نعمل أفلام ثلاثية الأبعاد وفيها شخصيات كتير هيعجبنا جدا. هنجسد، لو كل مدرس عايز يجسد الدرس بتاعه على شكل كرتوني ده هيساعدنا جدا في ان احنا نوصل للمرحلة دي يعني. وشرف ليا تاني مرة اني هكون معاكم وهقدم ورشة معاكم ان شاء الله. ان شاء الله، وشرف لينا، واكيد نحن مطلعون لورشتك بحول الله. شكرا لك. شكرا. ثم هذه ثلاثة الورشات التي تحدثنا فيها في الوضعيات التعليمية التعلمية، كما يمكن إدراج ورشات أخرى فيما بعد حسب طلباتكم. أيضا سندخل الآن في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة استراتيجيات التعلم النشط وكيفية إعداد درس رقمي، مع أول ورشات هي ورشة الخرائط الذهنية للأستاذ محمد حامد عبد الحميد، وهو مؤسس قناة أنفولوجي وهو غني عن التعريف. تعود معنا نجاح، وهي محظوظة بورشتين في هذه المبادرة لإعداد التغذية الراجعة والتقييم التكويني. مرحبا بك. أهلا وسهلا، بس يا ربي ما يعودش الصدى معايا. تمام. إن شاء الله. طبعاً أستاذ ياسمين صدى الصوت أزعجني حتى ما عرفتش نحكي، بس نشكرك ونشكر كل القائمين في الجمعية على كل هالجهد من عشان إظهار هذه المبادرة كما يليق بها، وخصوصاً وأن اسمها المعلم العربي المبدع. نتمنى التوفيق للجميع في هذه الورشة إن شاء الله. نتمنى ما نكونش ثقيلة الظل باعتباري عندي تدريبين في هذه المبادرة. هتكون عن تطبيق البيردك. كيف تستخدم هذا التطبيق بسهولة؟ لن ندخل في تفاصيل التقنية، ولكن التفاصيل فقط اللي تخص صدى المعلم. كذلك كيف تتعامل مع طلابك في تغذية الراجعة أو التقييم التكويني، وكيف تستخدم، وما فائدة التقييم التكويني وما فائدة التغذية الراجعة الرقمية عن طريق هذا التطبيق؟ نعم أستاذ نجاح، واضح وإن شاء الله تحدث الإفادة. وحتى لو المدربين أو المتدربين معنا والمشاركين معنا حضرتم في دورات أو ورشات مشابهة أو عناوين مشابهة، أكيد ستجدون التجديد، وأكيد هذه فرصة لإعادة توظيف معلوماتك لأجل إنجاز مثلا مشروع. لا طبعا، نحن هذه
نحن أستاذة ياسمين أنت عارفة يعني من حقهم أنهم يعرفوا أن نحن كفريق الإعداد في هذه المبادرة ومع حضرتكم على المسؤولين في الجمعية عملنا وحرصنا على أن نقدم كل التطبيقات التي تعرفوها والتي لا تعرفوها بقالب جديد وبطرح جديد مميز قابل للاستخدام وليس فقط تدريب تخرج بعده بشهادة مشاركة وانتهى الأمر. قالب جديد مميز. تمام أستاذة ناجح شكرا لك. الآن لدينا كذلك ورشة أخرى وهي تفضلي دكتورة. مساء النور جميعا، من لبنان تحية كبيرة للجميع. أشكرك أستاذة ياسمين، أشكر الجميع على الحضور، وأشكر هذا الجهد الكبير للجمعية التونسية لكل ما تقدمه للجميع. بالنسبة إلى أيضا أريد أن أتقدم بالمعايدة إلى الجميع. أما عن الورشة، فورشة العمل ستكون إدارة صفية علم أم فن. سنتحدث بالورشة عن الإدارة المرنة والإدارة القاسية، وسنتحدث أيضا عن دور المعلم في إدارة الصف سواء كان في حل المشكلات أو في غيرها، عن الأساليب للتعامل مع الطلبة، أيضا عن أسباب المشكلات الصفية التي تكون عادة تواجهنا جميعا، كيف يمكن أن يقوم المعلم بحلها، ولماذا تظهر هذه المشكلات، ما أسبابها وكيف نقوم بمعالجتها. وأيضا سيكون هناك وقفة مع المهارات التي يجب أن يتحلى بها المعلم ليتعامل مع الطلاب حتى لا يكون معلما تقليديا، خاصة في زمن العولمة والتكنولوجيا والتقدم والتطور هذا. فأتمنى طبعا أن أقدم مادة جديدة، مادة جميلة سهلة، وسيكون هناك كيفية طرح الأسئلة أيضا حتى لا يقع المعلم ببعض الأفخاخ التي تجعل من صفه مكان للملل أو الضجر، وهذا أحد العوامل الذي يؤدي إلى الفوضى. سيكون هناك اختبار تشخيصي ومن ثم اختبار في آخر أيضا الحصة كما سبق وأشارت الأستاذ ياسمين. أتمنى التوفيق للجميع سواء كانوا مدربين أو متدربين. شكرا أستاذ ياسمين. مشكورة جدا أستاذة لور. أستاذة لور أنا معك، عندك الكثير من الصدى. لور أنا معك. نعم معك. مشكورة جدا، عذرا الأستاذة ياسمين انقطع يعني الانترنت، هناك لديها مشكلة ستعود بعد قليل. مشكورة جدا. لا بأس، شكرا لكم جميعا. هل تريدين أن نقوم بعمل ما ريثما تعود أستاذة ياسمين؟ سأشارك يعني الشاشة وإلى حين عودة الأستاذة ياسمين إن شاء الله. فقط لحظات لأبحث عن الورشة الموالية. لا بأس. تمام. عادت أستاذة ياسمين. نعم أعتذر، الإنترنت فصلت معي، فقط الإنترنت. أوكي ياسمين، تريدين أن أواصل في عرض الشرائح أو؟ أنا أظن رجع عادي. ياسمين؟ أي واضح، عادت الإنترنت، عادت الورشة الشاشة أم لا؟ إذن فقط نعم. لحظات. نعم عادت. نعم عادت ياسمين. تمام. إذن ثم الورشة الثالثة في محور الاستراتيجيات تعلم النشاط وكيفية إعداد درس رقمي هي ديدكتيك اللغة العربية مع مدربة الجمعية الأستاذة بثينة المرعي. تفضلي أستاذة بثينة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. سأشارك شاشتي. تمام. حتى أقدم محاور الورشة.
هل ظهرت الشاشة أستاذة ياسمين؟ لا لم تظهر أستاذة بوثين. هي ما زالت، شوف البقية. ليس بعد أستاذة بوثين. لا لا لم تظهر بعد، لم تظهر. إيمان المشكل من عندها أو من عند رجع الآن لا فما ظهرت الشاشة ياسمين ظهرت نعم فقط قومي ب يعني نرت الشاشة التيمز الخاصة بك وواضح الآن بوثينة واضحة تفضلي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يسعدني أن أرحب بالسيدة ياسمين السكلي رئيسة الجمعية والسيد محمد البوبكري نائب الجمعية وكافة أعضاء الجمعية الكرام وجميع الحضور من كافة أنحاء الوطن العربي كل باسمه ولقبه. سأعطي لمحة تعريفية عن نفسي. المدربة بوثينة المرعي أستاذة مدرسة ابتدائية متحصلة على شهادة الماجستير في الإدارة الإلكترونية للأعمال، مدربة بالجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، مدربة خبيرة معتمدة من مايكروسوفت للعام الثاني على التوالي، وعضوة مجلس أمناء بدولة قطر سابقا. عنوان ورشتي هو ديداكتيك اللغة العربية، وسأتناول في هذه الورشة المحاور التالية: مفهوم اللغة وديداكتيك اللغة، التعرف على بعض النظريات التي تفسر عملية اكتساب اللغة، وأخيراً منهجية تدريس القراءة كمثال تطبيقي. اخترت القراءة لأن أغلب التلاميذ يعانون من صعوبات في القراءة. وفي النشاط ختامي إذن سنقوم بتقييم المشاركين بالإجابة عن أسئلة مع إسناد عدد. وأخيراً أقول بكل فخر واعتزاز شكراً أتام وشكراً على حسن المتابعة. شكراً لك، شكراً لك أستاذة بوثينة، ونحن بانتظار هذه الورشة. شكراً لكم. شكراً لك. أعيدك نفس وضع العرض لنواصل. واضح. إذن نواصل. كذلك لدينا إعداد الدرس، درس كامل بالباوربوينت، حتى إن كنت محترف في الباوربوينت أكيد ستجد أشياء جديدة في هذه الورشة. الأستاذة سكينة هل هي معنا؟ هي أول شخص توصينا في الحضور. هل الأستاذة سكينة متواجدة معنا؟ إن كنت متواجدة معنا فقط ارفع اليد أستاذة سكينة. لا أظن أستاذة سكينة الأستاذة ليست موجودة ياسمين. تمام واضح. ثم لدينا إعداد درس كذلك التعمق، لأن نعرف أن الباوربوينت ليس لحصة واحدة، هناك انطلاقة وهناك تعمق، هناك فيه ما لا يتوقعه أي شخص. في الباوربوينت بإمكانكم إنجاز أشياء عجيبة، مثلا نحن في الجمعية وصلنا أنه بالباوربوينت نحوله إلى تطبيقات هاتف وتصل إلى التلميذ، والتلميذ ينجز هذا العمل اللي هو ويكون في تطبيق الهاتف، يعني بامتداد أبيكا أي امتداد الهاتف. إن شاء الله سنرى عدة أشياء في هذه الورشة وغيرها. تفضلي أستاذة إيناس. هل أستاذة إيناس متواجدة؟ أستاذة إيناس بالنور، إن كانت متواجدة فقط نرفع ارفعي اليد. كذلك ما ردش اسمها، في كانوا كلهم متواجدين منذ قليل. لدينا كذلك تصميم درس تفاعلي باستخدام ثينكينج أستاذة السفير لسفيرتنا في الجمعية بعمان، وهي الأستاذة أصيلة الفزاري. أستاذة أصيلة هل أنت متواجدة؟ أي شخص يكون متواجد حتى بعد قليل كان لديه أي مشكلة فقط يراسلني. لدينا كذلك تطبيقات
هذه آخر ورشة في إنجاز بالنسبة للدروس التفاعلية، ستكون في المرحلة الرابعة مع إعداد الدرس في الباوربوينت. لكن في تمارين التفاعلية التي سننجزها لدينا إعداد درس تفاعلي وتمارين تفاعلية، لدينا كذلك تطبيقات للألعاب التفاعلية مع سفيرتنا بالكويت الأستاذة سناء البرك. منذ قليل رأيت أنها كانت لديها مشكل لكنها قالت كتبت أنها دخلت. أستاذة سناء، هل أنت متواجدة؟ أستاذة سناء، كنت متواجدة فقط ارفع اليد لتحدثينا قليلا على ورشتك. ثم لدينا استخدام منصة نيبور، تفضلي أستاذة لور. دكتورة لور، لي تعرفين مرة جديدة أحييكم وأقول بأنني لأنني تحدثت عن الإدارة الصفية، أردت أن أقدم تطبيق نيربورت لأظهر كيف يمكن استخدامه في الإدارة الصفية، كونه له أو يمتاز بأمور متعددة، منها ما يوفره من إمكانية تحميل الدروس والأسئلة وأيضا تنظيم المسابقات وعرضها بشكل مباشر على أجهزة الطالب أو حتى على اللوح التفاعلي، إشراك الطلاب بهذا الأمر، الألعاب أيضا التي كل فترة تصبح أكثر متعة للطلاب وتصبح أكثر استفادة لهم، لأنها تجعل من الطالب مشارك وليس فقط متلق سلب. فإذا وبالتالي يمكن أيضا المعلم أن يقوم بتقديم التغذية الراجعة وتحفيز الطلبة بعد عرض النتائج. لذلك سوف نقوم بشرح حول كيفية استخدام هذا التطبيق بأحدث الطرق والأساليب التي قام بتحديثها. أتمنى لكم طبعا الاستمتاع بكل ما تقدمه الجمعية، ولا شك عندي بذلك أبدا. شكرا لك أستاذة لور، وأكيد ستكون ورشة ممتعة. الأستاذة نبيها بن عائشة وجدت متواجدة، هل أنت متواجدة؟ فقط ارفع اليد لتفتح لك نادي الصوت. أستاذة نبيها، أريد أن أمرر الكلمة لنائب رئيس الجمعية الأستاذ محمد البوبكري، تفضل أستاذ محمد لإلقاء تقديم كلمة. تفضل أستاذ محمد إن كان لديك أي مشكل فيما بعد بإمكانك التدخل، أنت متواجد معنا. نمر إلى الورشة الموالية وهي المرحلة ما قبل أو المرحلة الأخيرة في المبادرة. كما قلنا تمام، أخبرونا الأستاذة أصيلة تحاول الدخول، لما تدخل فقط أعلموني. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم والبحوث، مع هناك أولا ورشة لعدة أنواع من التقييم والتقويم الفعال في عمليتي التعليم والتعلم مع سفيرتنا في الإمارات، وهي تقريبا آخر عضو دخل إلى الجمعية وحمل شارة التدريب معنا، وهي الأستاذة سماء عبد الغني. إن كانت متواجدة تفضلي أستاذة سماء. كذلك لدينا استخدام الويكلت في إعداد البحوث مع سفيرة الجمعية المتألقان في المغرب الأستاذ أنس البغيثي والأستاذ هند الأشاوي، تفضل أستاذ أنس. السلام عليكم أستاذ ياسمين، والسلام عليكم على الحضور الكريم كل باسمه ولقبه، وكذلك أقول لكم يعني بمناسبة عيد المولد النبوي أتمنى لكم عيدا سعيدا إن شاء الله. والحمد لله كما رأيت هناك وجبات دسمة، فالحضور ومن سيتابعون هذه الوجبات سيستفيدون أكثر. فعبد ربي فهو أستاذ خبير معتمد من طرف مايكروسوفت، مدرب من طرف مايكروسوفت لثلاث سنوات، بالنسبة لزوجتي فلسنتين، ونحن سفراء لعدة منصات، بالإضافة أننا سفيرة للجمعية التونسية ومدربون لعدة فرق. إن شاء الله سنتعرف أو
ورشة تونس ستتمحور حول استخدام الويكلت في التعلم في إعداد بحث أو كيفية استخدامه، لأن الويكلت فكما تعلمون فهي يعني بحر كبير جدا، ولكن سنحاول أن نتطرق إلى كيف سنستخدم الويكلت في العملية التعليمية التعلمية، ولما لا أن تكون تجميع لكل ما يمكن أن تروا مع الأساتذة الآخرين يمكن وضعه في الويكلت كذلك، وسيكون بحثا متكاملا ومتناسقا. فإن شاء الله ندعوكم يوم الأحد 11 ديسمبر إن شاء الله للاستفادة كيف سنستعمل هذه الوسيلة الجميلة جدا. دائما تكون في هذه المنصة دائما تكون تحديثات رائعة وأكثر من رائعة، فإن شاء الله أتمنى تكونوا في الموعد، وشكرا لكم. ولا أنسى الشكر جزيلا لجنود الخفاء الجمعية دون نسيان مصممة من صمم هذه البطاقات الرائعة. فبما أنني أعرف التصميم الجرافيكي فلها كل الشكر ولها كل تحية، وأرفع لها القبعة عالية. شكرا لك أستاذ أنس، نحن نحيي الأستاذة سامية التي أعدت هذه الجرافيك وهي دائما تعدها، شكرا لها. وشكرا لك أستاذ أنس، وننتظرك وننتظر إبداعك مع الأستاذة هند، مرحبا بكم. والورشة الأخيرة في هذه المبادرة ستكون مع مدربتنا المدربة الخبيرة الأستاذة مونيا زردوب، أترك لها الكلمة لتعريف ورشتها. تفضلي يا أستاذة مونيا. السلام عليكم. نعم، هي ختامها مسك مع الاختبارات الرقمية، بما أن يعني المبادرة ككل هي مبادرة مختلفة في شكلها ونوعها، وتقوم يعني في نهاية كل ورشة تدريبية باختبار وتقييم، وسيكون الختام مع ورشة في الاختبارات الرقمية. هي ورشة غير متداولة كثيرا، سأعتمد فيها على منصة. هذه المنصة سننجز من خلالها مجموعة من الاختبارات الرقمية التي لا تكون على حدة، بل هي ستكون في شكل كراس يعني للاختبارات الرقمية، يعني سيكون يمكن أن يوظفها المدرس مع تلاميذه طيلة سنة دراسية، يعني ستكون في شكل كراس تقييمي للاختبارات الرقمية، وتحويل الأوراق من صيغة البي دي اف إلى اختبارات تفاعلية مجمعة في كراس وحيد. هذا ما لدي، وأمل أن تكون الاستفادة إن شاء الله يعني أن تحصل الاستفادة مع جميع الورشات، وشكرا. شكرا لك يا أستاذة مونيا، أكيد هناك تجديد، دائما معك هناك التجديد وهناك الابتكار، شكرا لك. إذن هذه كما قلت الورشة الأخيرة من المبادرة، مبادرة المعلم العربي المبدع. أترك الكلمة قليلا للأستاذة نبيها بن عايشة، وهي عضو مؤسس الجمعية وهي عضو هيئة المديرة المسؤولة عن النظام الداخلي وسجل الانخراطات. تفضلي أستاذة نبيها. السلام عليكم، أهلا وسهلا، معكم نبيها بن عايشة، كما تحلو لكم التسمية، جندية من جنديات الخفاء، جنود الخفاء الموجودة في الجمعية. أشكر كل من شارك في هذه المبادرة المتنوعة. حسب ما لاحظت مبادرة متنوعة تحمل بحول الله بشائر نجاحها. نشكركم جميعا، أتمنى لكم النجاح إن شاء الله. بماذا سنعدهم يا أستاذة نبيها في نهاية هذه المبادرة؟ ماذا سيتحصلون إن شاء الله؟ هناك مفاجآت وتتويجات بحول الله تكون مشرفة على قدر المجهودات المبذولة. أكيد ليس فقط، نعم أكيد راح يكون مجهود،
كل مجهود هو سيكون وراءه تكريم. نحن نعيدكم أننا لن نكرم شخص واحد، سنكرم مجموعة من المدربين سواء في تونس أو خارج تونس بلقب المعلم العربي المبدع، وستصلهم إلى بلدانهم، وستكون شيء مشرف وشيء محفز لهم لبقية مشوارهم التدريسي إن شاء الله. نعيدكم أننا سنقوم بكل ما في وسعنا لمساعدتكم للحضور الورشات أو لإنجاز هذه التقييمات. سنكون دائما أي مشاكل تقنية تعترضكم سنكون متواجدين للرد عليها. نعيدكم كذلك بتكريم وبمحتوى جيد سنقدمه، وبالالتزام وبالاحترافية والجدية في عملنا. ننتظر منكم كذلك أن تكونوا ملتزمين معنا في هذه المبادرة. سأمر إلى الروابط المهمة قبل فتح باب الحوار. أستاذ محمد أبو بكري، إن أردت أن تتكلم تفضل. مرحبا بك. مساء النور. النور. مساء النور للجميع. مساء النور ياسمين، كافة أعضاء الجمعية. محمد أبو بكري، نائب رئيس الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. الجمعية اللي عودتكم دائما بجديد، وهذه مبادرة جديدة إن شاء الله تلاقى حظا وتكون الناس الكل تستفيد والناس كل موجودة، وإحنا نوفر لكم كل ما يلزم باش نطوروا من قدراتكم باش ننجحوا الناس الكل مع بعضنا، وربي وفقنا إن شاء الله. ربي وفقنا. شكرا لك أستاذ محمد. أستاذة أصيلة، هل أنت متواجدة؟ إن كنت متواجدة ارفع عليك. أنت أو الأستاذة سنة، يبدو أن يمكن تجاوزتما الخلل. أستاذة أصيلة، هل هي نعم نعم هي متواجدة. تفضلي أستاذة أصيلة، بإمكانك التكلم، مفتوح. أستاذة سنة، إن كنت أستاذة سناء البرك أيضا، إن أردت فقط ارفع اليد. تفضلي أستاذة أصيلة. أستاذة أصيلة، السلام عليكم. مساء الخير. الصوت واضح؟ واضح. مساء الخير. عذرا دخلت عن طريق الهاتف، عندي مشكلة في الجهاز. مرحبا فيكم واعتذر على التأخير. بالنسبة طبعا للورشة اللي أقدمها عن Think Link، طبعا هو برنامج تطبيق بسيط جدا، وهو عبارة عن موقع، لكن بالنسبة لهذا الموقع يتميز أنه يعني يكون العروض فيه كرحلة افتراضية للطلاب، وإن شاء الله تكون الورشة يعني خفيفة وأيضا يحبها جميع المعلمين ويتم تطبيقها مع طلابه بإذن الله تعالى. لأن مثل ما قلت هو موقع خفيف وكرحلة افتراضية للطلاب، والطلاب يحبون مثل هذه الرحلات الافتراضية. تمام، واضحة، ونحن ننتظر بشوق هذه الورشة. إذن أول رابط مهم سأقدمه لكم هو رابط برنامج المبادرة، برنامج مفصل وهو جدول ستجدونه بالتفصيل في الرابط الذي قدمته. في صورة ما أضعتم الرابط عندما تدخلون إلى المنصة في مبادرة المعلم العربي، ستجدون كل الروابط المهمة وستجدون برنامج المبادرة. ثاني رابط مهم سأضعه لكم هي قناة الجمعية على اليوتيوب. أي ورشة لم تستطع مواكبتها، ليس يعني ذلك أنك لم تأخذ عليها نقطة، لا، بإمكانك أخذ أكثر من نصف العدد، وهو بمشاهدتك للتسجيل وإعدادك للتمرين المنزلي. هذه الرابط قدمته لكم الآن. ثالث رابط مهم هي منصتنا. الآن سأقدم لكم استمارة الحصة، وسترون عملية التسجيل. استمارة الحصة، بمجرد تسجيل اسمك في الاستمارة ستجد أن شهادتك كتبت في المنصة. أين في المنصة؟ في الورشة مثلا، نحن اليوم في الورشة الافتتاحية كما ترون هنا، يوم الأحد ستجدها في ورشة الإعداد، الأسبوع القادم ستجد أكثر من ذلك أبواب. في الافتتاح هنا قم بتعمير هذه الاستمارة،
ستجد الشهادة موجودة في الأسفل، هنا تجد تجديد الحلقة التي سنضعها إن شاء الله بعد قليل. والورشات كما رأينا الأستاذ محمد حسنين أول شخص كتب اسمه، رجاء تسجيل أسماءكم وستجدون شهاداتكم، وبذلك تنالوا نقطتين إن شاء الله. لا أعرف إن بدأتم في التسجيل، من المفروض عندما تبدأون في التسجيل تجدوا الشهادة موجودة على عين المكان في المنصة. نعم انطلقت التسجيل. بدأوا فعلا وظهرت الشهادتين. أيوة تمام. هناك خمس سجلوا حاليا. نعم هناك خمسة، ربما أنا لدي تأخر في تدفق الإنترنت. كما رأيتم هكذا تدخلون إلى المنصة وتجدون شهادتكم في المنصة. نحن لا نضعها على الفيسبوك أو غيره، نضعها في المنصة. كل ورشة تفتحون رابط تلك الورشة فتجدون أفيشي يعني أي صورة الورشة مع التوضيح مع الموعد. وأيضا اتفقت مع الأستاذ محمد حسنين حتى أن نضع روابط في المنصة قبل مدة، يعني هنا ستجدون رابط الحصة إن أردتم الدخول قبل نشرها في أي موقع آخر. أسبوعيا ستجدونها متواجدة هنا. وفي نهاية التسجيل سنضع هنا تسجيل الحصة. تمام أستاذ محمد حسني، فقط ارفع اليد لأرى اسمك لأفتح لك. أستاذ محمد حسنين فقط لم أجد اسمك، فقط ارفع اليد. تمام. نعم هل فهمنا الآن كيفية أخذ الشهادات؟ طبعا تلقائيا أي اسم مكتوب هنا، وحاولوا أن أسماءكم تكون هي نفسها، أي اسم مكتوب في هذه الشهادة سينال نقطة. أستاذ محمد البكري وجدت اسمك متواجد هذه، لكن للأمانة وللمصداقية وللشفافية طلبنا من كل أعضاء فريق الجمعية أن لا يشارك أي شخص في هذه المبادرة، يعني أي مدرب أو أي منسق أو أي سفير لا مسموح له أن يشارك في هذه المبادرة. هو فقط سيشارك فيها وسيساهم بالمساعدة. لماذا؟ لأننا حتى وإن كان سفيرنا هذا أو مدربنا هذا يستحق الفوز وكان مثلا سيكون الأجدر، لن تكون هناك شفافية وستكون هناك تأويل. لذلك للأمانة طلبنا أن لا يشارك أي شخص مشرف على الجمعية في هذه المبادرة، فقط سيشاركون كمشرفين عليها لنفتح الباب للبقية للفوز إن شاء الله وللترشح. تفضل أستاذ محمد حسين بإمكانك المشاركة. أنت تشارك؟ تمام. هو كما تشاهدون أنه بمجرد أنه قام جميع المشاركين حتى الآن بالتسجيل وصل عدد 92، أيضا تم إصدار الشهادات مباشرة لهم، وحتى وإن تم أو أكثر من ذلك يعني كلما زاد العدد حتى 96 97 بيتم إصدار الشهادات مباشرة. وفي نفس التوقيت بتظهر هنا الصفحة الخاصة بالموقع أو بخاصة بالمحاضرة، وللحصول على المحاضرة الشهادة رجاء مراجعة الحروف أبجدية، لأنه بيتم ترتيبها أبجدية A B C حسب الحرف الأول من كل اسم، وبيتم إصدار الشهادة. أستاذ محمد حسنين لدي فقط ملاحظة، إذن هم مطالبون بنفس الاسم يكتب في كل الشهادات، لأنه في الأخير نحن سنبحث عنهم بالنقاط. هل يواصلون بالكتابة في نفس هذه اللغة أم سيحولون إلى العربية؟ ماذا ترى؟
هو بالتأكيد إذا تم التسجيل، إحنا طلبنا التسجيل باللغة الإنجليزية، فسجل من أول مرة باللغة الإنجليزية يلتزم بالتسجيل باللغة الإنجليزية حتى نهاية المبادرة لتيسير عمليات الرصد بالنسبة لنا، من حضر ومن شارك، لتيسير الحصول على الشهادة الخاصة به. إنه إذا كل مرة بيسجل بلغة عربية مرة إنجليزية مرة، ممكن يكون في اختلاف. نعم، يكون في اختلاف في الشهادات هنا. ونفس الإيميل يعني أستاذ محمد، نفس الإيميل. نعم، لازم نفس الإيميل. نفس الإيميل. هو طلبت إنه يكون المشاركة بالإيميل أو يسجل الإيميل، لازم يعني يكون نفس الإيميل يسجلوه، بحيث إن إحنا بنستخدمه بعد تالي في المراسلات معه إن شاء الله. واضح. تمام واضح. إذا ستواصلون باللغة الإنجليزية وهي الأحسن إن شاء الله. هذه طريقة هي الأسهل للتسجيل، بهذه الطريقة تنال 2 نقاط، لكن كما قال أستاذ محمد حسني احرصوا أن يكون الاسم هو نفسه في بقية الورش التسجيلات، حتى اسمك في المسابقة يعني في النقاط التقييمية لتلك الورشة أنا كم الاسم. وكما أريناكم قناة الجمعية على اليوتيوب، هناك أي استفسارات نحن نأخذها على قناتنا على التليجرام. هذا كل ما لدينا اليوم. نفتح الباب لتداخلاتكم. قبل فتح الباب لتداخلاتكم، هل هناك من منسقين أو من مدربين متواجدين ولم نعطيه الكلمة؟ الأستاذة أظن فاطمة. أستاذة فاطمة. نعم أستاذة لور. هناك العديد من يطلب إعادة شرح قليل حول كيفية الدخول إلى المنصة وكتابة الاسم، هل هذا وارد؟ تمام، سنعيده، سيعيد محمد. أستاذ محمد، أريد من